الترجي عنده المساحات للوصول لمرمى سليمة، والوضعية ثاني حاول هدف الأول. قلت الترجي عنده المساحات وبإمكانه التسجيل، وإديوك في اختتام المجهود الأخير وأحداث الفارق للترجي الرياضي التونسي في الدقائق الأولى لهذا اللقاء. وواضح أن المساحات كانت موجودة والثغرات موجودة في دفاع فريق قلوب الصنوبر الغاني. نشوفوا النيجيري إديوك يغالط الحارس سليمة عبدولاي معلنا على أحدث الفارق للترجي الرياضي التونسي رغم التدخل من قائد الفريق روبين مياني. إذن دفاع قلوب الصنوبر مش نقطة قوة الفريق، وواضح منذ البداية.